ولمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا مباشرة مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام. عوض تحياتي ومزيد من التفاصيل لديك. خالص التحية رغدة، دعيني أبدأ بالمشهد الأهم هو العمليات العسكرية التي بتنا نسمعها بشكل واضح مقارنة بالأيام الماضية، وهذا ما يدلل على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تتم بالتنسيق ربما الزمني ما بين المدفعية والطيران في الوقت نفسه في مسافة قريبة للغاية، حيث مدينة رفح التي لا يفصل عنها سوى عدة مترات فقط، وبالتالي العملية العسكرية تنعكس سلبا على الواقع المدني داخل قطاع غزة حسب توصيف منظمة الدفاع المدني الفلسطينية التي طالبت كل منظمات المجتمع الإنساني وحقوق الإنسان والأمم المتحدة بضرورة التحرك لوقف هذه السياسة الهمجية التي تمارسها إسرائيل، خاصة مع النهج الجديد الذي تمارسه إسرائيل حسب توصيف هذا البيان هو الهجوم والترحال تحت القصف وتحت استمرار هذه المعاناة التي يمارسها الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، بعدما يوما بعد يوم تقل بشكل كبير المسافة الآمنة أو المساحات الآمنة التي كانت تعلن أو يتم الإعلان عنها مسبقا، حتى هذا لم يتحقق على أرض الواقع، وهناك عشرات من المصابين والجرحى، هناك صعوبة بالغة من الدفاع المدني حسب توصيف هذا البيان في إمكانية الوصول إليهم. اليوم بالنسبة لحركة المساعدات على الجانب المصري عبرت 37 شاحنة، ما وصل إلى الجانب المصري 20 فقط، وإذا عادت هذه السيارات فارغة هذا معناه أنها قد أفرغت ما بها من حمولة. مصير 17 مركبة في الجانب الآخر لم نتعرف عليها حتى هذه اللحظة إن كان سمح لها بالعبور أم لا، مع عبور 4 شاحنات من الغاز. هذه الشاحنات أغلبها تذهب إلى جنوب قطاع غزة وكذلك وسط قطاع غزة، أما المعاناة الحقيقية هي في الجزء الشمالي من قطاع غزة حسب توصيف سابق لمنظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة كانت تتحدث على أن هناك مستشفيات لم يصل إليها إلا النذر القليل من الطاقة والوقود، وكانت إسرائيل منعت دخول هذا الوقود إلى شمال قطاع غزة مما ينذر بكارثة إنسانية في هذا القطاع، قطاع الصحي في شمال قطاع غزة. النقطة الأخيرة هي الوضع الذي بات ساعة بعد أخرى يتدهور بشكل كبير للغاية كما تعلمين في الضفة الغربية، وفي سياق ذلك كان هناك تصريح ربما لوزير الخارجية الإسرائيلي يتحدث في مضمون هذا التصريح بأن ما حدث في غزة يجب تكراره مرة أخرى في شمال الضفة مما استهجنته السلطة الفلسطينية، وعاد الرئيس الفلسطيني على الفور من زيارة رسمية إلى دولة السعودية الشقيقة إلى مقر السلطة الفلسطينية في رام الله ربما متابعة تطورات هذه الأحداث في الساعات القادمة. آخر نقطة ما أشار إليها منسق السياسة الخارجية الأوروبية الذي طالب بضرورة أن تكون هناك هدنة ولو لمدة 3 أيام فقط لإمكانية الوصول إلى الأطفال ما دون سن 10 الذين يعانون معاناة بالغة، وربما هناك مخاوف كبيرة من انتشار الأوبئة ومنها شلل الأطفال الذي دخلت بالفعل عدد من شاحنات المحملة باللقاح من الجانب المصري من الحدود المصرية بالتنسيق مع عدة جهات ومنها منظمة اليونيسف المعنية بالطفولة، وحتى الآن لم يتم جدولة وقت أو زمن لإعطاء هذه يعني منح هذه اللقاحات للأطفال أو حتى تحديد أماكنهم، لأن النزوح مستمر على مدار الساعة وهناك أسر فلسطينية ربما نزحت لأكثر من 10 مرات من أقصى الشمال إلى الوسط ومن الجنوب إلى الوسط وهكذا. هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة رضوى، تفضلي لو لديك أي تساؤل عن المشهد. شكرا لك، شكرا جزيلا عوض، يعني يدهمنا الوقت، كفيت وفيت في الشرح. زميل عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز من الجانب المصري من معبر رفح.